بعد ما رحت اليوم دورت عليكي بالجامعه ما لقيتك، وكمان دقيت لك على الموبايل لقيت جوالك مقفل. اي والله طلعت بكير من الجامعه، كان عندي شغله صغيره بسيطه ولا يهمك، ما رح ازعجك هلا. لا ولا يهمك، هات لشوف شو عم يجعك اليوم. النفخه يا دكتوره النفخه، وكمان عندي رفه بعيني، واضح انه الموضوع خطير ما هيك؟ لا شو شي خطير، اكيد شغله اعصاب او ارهاق او مالك معتني بنظافه اكلك. ما عم صدق. روي روي خلص، شو بدنا نعمل يعني؟ بس منيح اللي شفتي بعيونك. لك انا الشغله اللي ما عم تفوت براسي انه ليش انا شو عملت له لحتى يتطلع بغيري؟ لك الرجال كلهم هيك وانا اولهم، يعني ما بيعبي عينهم شيء. بتعرف شغله، انا اللي قاهرني انه انا كنت كثير منيحه معه، مع انه اجاني الاحسن منه، وانت بتعرف يا مازن انه نص شباب الجامعه بيحبوني بس انا فضلته عليهم كلهم. لا يا ملول، كمان باسل بيحبك. شو بك؟ بيحبني؟ هلا هيك اللي بيحب بيعمل؟ شو عمل؟ خانك؟ عادي؟ عادي، بس يا ريتك خليتني فش خلقي فيه. لك هي اليوم شفتيها وهي عم تحط ايد عليه، وخلص بوعدك قريبا رح تلقطيه بالجرم المشهود. واذا ما لقطته؟ بزعل منك ام ملول، انا ابو الميز. خلص تكرمي، وها تفضلي خليني اوصلك على البيت. تفضل. لمين عم تبعت مسج؟ لليلى. مين بعت لك مسج حبيبتي؟ ماما. خير في شيء؟ لا لا، بس عم تخبرني انه بتحاكيني اليوم المساء من بيروت. ابو البيس، انا عازم فرج وفاتنا اليوم على المشاوي، انتو شو وضعكم؟ من امتى والشمس سرقعنا؟ اكيد انت اللي عازم؟ الله يسامحك، طبعا بمناسبة أول راتب بقبضه. اوكي، أنا جاهز. طب يلا شو مستنيين؟ فضت الجامعة كلها وما في غيرنا وخلص الدوام، والله جعت كثير. خلص. بس يا جماعة أنا ما فيني أطول بعد الساعة 8 لأنه عندي موعد كثير مهم. يلا تفضل. يلا شرف شرف. يلا. ملول ليش ما عم تاكلي؟ لا عم باكل. عن جد حبيبتي حاسة كل يوم مو على بعضك، في شيء؟ لا لا ما في شيء. ليلى، من كتر ما انا كاتبه بتعرفي بمين بتذكريني؟ بمين؟ بتذكريني بهذا المدرب تبع كابتن ماجد يلي هيك كاتبه دائما هيك بنص خده. لك صحيح ليلى، ليش مو مثل افلام كرتون تملى هيك على جراب؟ حبيبة قلبي، لأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا وتمنا بالنص. طيب ليه؟ بدي اسألك سؤال تاني، نحن لما بنخجل ليش ما بيطلع لنا راس حمر هيك كمان مثل افلام كرتون؟ ولا فيوز. صحيح، بدي اسألكم سؤال، هي ليش لما اثنين بيتخانقوا هيك ليش ما بيطلع خبر مثل افلام كرتون؟ ليكو بدي احكي لكم سيره، هلا لما كنت صغيره بس مو كثير يعني هيك بالعاشره ما بعرف، بس كنت اصغر من هيك، هلا على اساس انا كبيره جبت عصاية هيك وضربتها لرفيقتي طخ على قد ما الله عطاني عزم. وليش ضربتيها بقى؟ مشان يطلع هيك الجوب براسها مثل افلام كرتون، بس هلا ما طلع الجوب طلع دم. وشو صار برفيقتك؟ ما صار شيء، عشر قطب براسها بس. ولا اكثر لحظه اثرت فيني لما بسام يا حرام كان خسران، طلع هيك على المدرجات لقى الاولاد الصغار اخواته عم بيقولوا له بسام 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 بسام، عم بيشجعوه يا حرام. قام طلع فيهم هيك قالوا لهم لن نخذلكم وهيك مشي بالطابه هيك. قام لما وصل لعند الوليد يا حرام شاط الطابه بس يا حرام شق شبك. مالك ملاحظه انه هالقصه حزينيه كثير؟ بابا مو. يلا يا جماعة أنا بدي أمشي، بدكم شيء؟ لوين رايح؟ أنا قلت لكم إنه عندي موعد ضروري الساعة 8 صح؟ إيه مظبوط. شو ليلى؟ تروحي معي ولا بدك تضلي قاعدة معه؟ لا خلص روح أنا بوصلها. لا أنا بدي أروح على البيت.
معناتها حبيبتي قومي على السريع لانه انا ما عاد لحق الموعد. ماشي. خاطركم يا جماعه. الله معك. دايبة فروس. صحة وهنا. المرة الجاية بتحكي لنا اخر 50 حلقة، ايه؟ ايه. يا جماعة، شو بقى ليلى مو على بعضها؟ ايه والله مزبوط. ليلى صار لها فترة هيك دائما شاردة وعم تضرب اخماس بأسداس، هيك بحسها. ابصر شو القصة. شو بقى فتون لهلا عم تبكي؟ ما عم بيروح يا فراس ومن بالي هالبسام وقت اللي قالوا لن اخذ لكم، وش عطى هذيك الشوطة؟ مازن؟ لوين اخذني؟ على الهفا. هلا بتعرفي. ايه اذا على الهفا بروح. ستايلك الهفا لأنه. اشوف. الو، مرحبا يارا، انا باسل. ايه هلا انا صرت بالمكان اللي دليتيني عليه، يعني هاي البنايه اللي بوشي. انت شايفتيني قالي وراي. اوكي. بس انا طابق بالارضي. طب يلا لحظه بكون عندك لانه انا بصراحه كثير متوتر. يلا مرحبا. اهلين، تفضل. شو بتحب تشرب؟ لا ما بدي اشرب، انا بدي تفحصيني على السريع لانه قلبي ناقزني وحاسس انه معي شيء. لا لا تخاف، الحقني. هالحقير هالواطي لك خاين. يا جماعة أنا ما عم بفهم شي، معقول باسل يطلع هيك؟ حقوني. يلا اشلح اوعيك. اشلح ليش؟ شو ليش؟ ما بدي اكشف عليك؟ بلا، الكشف بده شلح صح؟ هيك بيعملوا كل الدكاترة صح؟ اي طبعا. يلا طيب شو خويف؟ لا ماني خويف. يلا تسطح. مش طلعت مخبى بتيابك يا باسل؟ تفو. شفتوا انه انا المنيح ومو انا الغلطان؟ وقت علقت معه كلكم صفيتوا معه، طلعتوني انه انا الغلطان. هاي شرفه، هاي السيد باسل تبعكم، ليك شلون طلع بميت وش. شو اعمل انا هلا؟ تقبريني؟ لا تبكي، هدي حالك، منيح اللي كشفتيه على حقيقته قبل ما تتورطي وتتجوزيه. هلا شو ساوي انا؟ تربطت ايدي مشان الله. يعني شو بدك تساوي؟ فيزياء؟ روحي لعنده والقطيه بالجرم مشغول. مزبوط مزبوط. وانا جايه معك مؤازره. يلا وانا بخاطركم. وغير المغصمه شو كمان متضايق؟ انا سبق قلت لك اني انا بعاني كثير من تشنج القولون وعندي عسر هضم،
وعندي ذبحة صدرية وعندي جفاف بالحلق وعندي كمان وجع بالأعصاب ويمكن عندي سوء تغذية يمكن. أنت شو رأيك؟ ما بعرف، أنا على كل هاد كله رح يبين. طيب بدي إياك تساعديني أرجوك. لحظة لأفتح الباب. وينو؟ مين أنتو؟ عم قلك وينو؟ مين هذا اللي وينو؟ باسل وينو؟ لا تعي طيب جيب لك الشرطة. ها إلي بدك تجيبي لي الشرطة؟ أساسا ليش عم بحكي معك أنا؟ ناديله. حبيبتي شبك شو في؟ لك ما بتصحي على حالك تطلعلي بهذا المنظر؟ لك يا بشوم عليك، يا بشوم عليك يا باسل، يا عويرة الحب اللي حبيتك يا حبيبتي. أنت أكيد فهمان الموضوع غلط، طولي بالك. لك أي غلط هاد؟ ليش شو في أكتر من هيك صح لنفهمه؟ طيب ليلى هدي وخليكي ريلاكس وخليني أشرح لك شو القصة. أنا ما عبدي أسمع ولا كلمة ولا عبدي أحكي ولا كلمة. أنت شو عم تعملي يا مجنونة؟ مزبوط مجنونة، مجنونة أني حبيت واحد واطي مثلك. تفو عليك يا باسل تفو. مين هاي؟ هي خطيبتي. طيب روق، ما بعرف شو بدي أقلك بس بصراحة هي ما حطتنا فرصة لنشرح لها. ما في مشكلة، أنت ما دخلك، بس ممكن تعطيني أغراضي، خليني ألبس وروح. تكرم عينك. خلصنا ليلى، خلصنا. حاش تبكي حاش تبكي، حمدي ربك إنك كشفتي على حياته لهالخاين. أنا بحبه لباسل، بحبه. تحبيه مو؟ لك شو ليه؟ هاي الطيبة ما بتنفع بهالأيام. حمدي ربك إنك كشفتيه، هذا واحد خاين وخانك وكان خطيبك، بقى ما لازم تندمي على الشيء اللي عملتيه لأنه اللي عملتيه هو الصح. لك وبعدين يا هبلة، خانك مع وحدة شرشوحة ما بتسوى صرمايتك، بتقولي لي بتحبيه؟ بحبك برص إن شاء الله. خلص بص بالعيق بالعيق. معاها حق، معاها حق تفكر هيك، لأنه أنا كنت ببيتها للبنت وشالح. والله إذا ببلع على ورق المصحف ما رح تصدق، ما رح تصدق إنه هي دكتورة وكانت عم تكشف علي. يعني حتى أنا ماني مخبرة. لك أنا شو عملت بحالي؟ تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.